بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده أول درس لينا إن شاء الله في تعلم الكوماند لاين. طيب ليه بتعلم الكوماند لاين؟ الكوماند لاين تعتبر أول خطوة ليا في تعلم البرمجة لأنها بتفيدني في حاجات كتير بعد كده. تمام، هي الحاجات الكتير دي هنعرفها فيما بعد. طيب الكوماند لاين أصلا يعني إيه كوماند لاين؟ أنا دلوقتي باجي أتعامل مع الويندوز بتاعي، بتعامل عن طريق الماوس، بفتح الفولدر، بقفل الفولدر، بعمل كوبي، بعمل بيست عن طريق الايه الماوس. لا، انا بعد كده هتعامل مع الويندوز عن طريق الاوامر. يعني انا هبتدي اكتب له اوامر وهو ينفذها، وبتكون اسرع بكتير من الماوس، وبقدر اعمل حاجات كتير جدا. ان انا بقدر اعمل سيرش على فايل معين، بقدر اغير فايل، بقدر انقل فايل بسرعه جدا، بقدر اعمل امر واحد على مجموعه من الفولدرات ومجموعه من الفايلات. فالكوماند لاين بيفيدني كتير جدا. تمام، لذلك هتلاقي هو شيء اساسي لو انت شغال على ماك او شغال على لينوكس، فهو شيء اساسي من اللينوكس والماك. تمام، وفي الويندوز في كوماند لاين بس يعني ضعيف جدا. طب انا عايز افتح الكوماند لاين، هفتحه ازاي داخل ويندوز؟ انا عندي هنا، انا شغال على ويندوز 10، فانا هاجي على السيرش بتاعي وهكتب cmd على الكوماند برومت بتاعتي اهي، هفتحها. ده الكوماند برومت بتاعي او ده الشيل بتاعي. تمام، الشيل اللي هو الابليكيشن اللي انا بقدر ادخل عليه الاوامر بتاعتي. تمام، يبقى اي ويندوز زي دي اسمها شيل. طيب انا ده الشيل الاساسي بتاع الويندوز، وده زي ما قلنا ضعيف جدا. انا هنا فتحته في المكان اللي هو اليوزر بتاعي. تمام، طب انا عايز افتح على مثلا في فولدر معين، الكوماند لاين بتاعتي في فولدر معين، ادخل فولدر هو التست. تمام، واجي جاي هنا في العنوان بتاع الفولدر، واجي كاتب ايه cmd وضغط انتر، هيعمل ايه؟ هيفتح لي اهو، هلاقي هنا العنوان متغير، فانا فتحت الكوماند لاين داخل الفولدر ده، وهكذا في اي فولدر. طيب في نوع تاني من الشيل عندي موجود في الويندوز اللي هو الايه، اللي هو البارشل. طيب البارشل ده بفتحه ازاي؟ بضغط شيفت في اي مكان فاضي، اهو بضغط شيفت وكليك يمين، حاجي الاقي هنا في ايه open partial window. تمام، ده شيل برضو بقدر ادخل فيه الكوماند لاين بتاعتي او الاوامر بتاعتي. طيب عايز افتحه في فولدر معين، بفتح الفولدر اهو الفولدر بتاعي، وجاي في اي مكان فاضي اضغط شيفت كليك يمين، هلاقي عندي open partial. هفتح البارشل هلاقي العنوان هنا ايه مختلفة. تعالوا نشوفه كده، بص غير الديسكتوب، هنا الديسكتوب وهنا داخل اللي هي التست. تمام، اظن واضح. طيب انا عايز اعمل ايه ممكن افتح لو ضغطت كليك يمين من غير شيفت مش هلاقي الايه الباور شيل بتاعتي، فلازم اضغط زرار الشيفت وبعد كده الايه الكليك يمين. طيب انا عامة بحب اشتغل على ايه؟ بحب اشتغل على الجيت باش. طب ليه الجيت باش؟ لان الجيت بعد كده ان شاء الله فيما بعد في الدروس اللي جاية ان شاء الله هناخد ازاي اتعامل مع الجيت والاوامر بتاعة الجيت، فانا هعود نفسي ان انا اشتغل مع الجيت باش من دلوقتي. طيب الجيت باش ده بنزله منين او بجيبه منين؟ انا بفتح تمام اهو الداونلود بتاع الجيت، انا عايز بس اكتب جيت باش داونلود في السيرش، او هاخد اليو ار ال ده تمام وسيرش، هلاقي ان فجاب لي اهو الجيت للويندوز. انا عايز للويندوز، فانا هعمل ايه؟ هنزل الجيت للويندوز. انا عندي 64، هضغط 64 اهو تمام، هبتدي انزل الجيت بتاعي واعمل له ست. طيب بعد ما سطبه ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت كليك يمين في اي مكان هلاقي عندي هنا ايه جيت باش هير، هضغط جيت باش هيظهر لي الشيل بتاعي. تمام، ده الشيل بتاعي. طيب
عايز افتح داخل الفولدر ده، هاجي جاي داخل الفولدر واعمل كليك يمين وافتح جيت باش هير، تمام. فانا فتحت الجيت باش هير. خلاص كده انا سطبت الشيل اللي انا هشتغل عليه، وعرفت يعني ايه شيل، اللي هو الابليكيشن اللي انا بشتغل عليه، اللي بدخل عليه الاوامر بتاعتي. اول امر عندي عايز اعرفه، وده اللي هنختم بيه النهارده، وبعد كده هنكمل بقيه الاوامر ان شاء الله في الدروس اللي جايه. فاول ده اول امر عندي اللي هو print working directory. يعني ايه print working directory؟ اختصار بتاعه BWD، تمام. وبعد كده اضغط انتر، ايه اللي هيحصل؟ هيحط لي العنوان الكامل للمكان اللي انا شغال فيه، تمام. انا شغال فين؟ في فولدر اسمه تيست. التست ده داخل على موجود على الديسكتوب، والديسكتوب داخل الوان درايف، الوان درايف وهكذا. خلاص لو رحت مثلا جيت هنا مثلا على الديسكتوب، نتعامل جيت باش هير، تمام، وبي دبليو دي انتر، لقيت حط لي العنوان الكامل بتاع المكان اللي انا شغال فيه، تمام. ده اول كومنت انا هعرفه، وده ان شاء الله زي ما قلنا اللي هختم بيه النهارده، وهنعرف بقيه الاوامر في الدروس الجايه. وما تنساش تعمل اشتراك للقناة ومتابعة، وبرضو يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو.